مرحبا بكم أعزائي الكرام مرة أخرى، معكم دريس سرحان. اليوم غنتعرفوا على الدرس ديالنا ديال لاتوميستيك، يعني ستركتور اي بروبريتي دي زاتوم. يعني هنا نتعرف أول حاجة ندرسو، أولا كبيرة اتوم اي موليكول. اتوم اي موليكول نتعرفو على لي زاتوم اي موليكول. بروميرمون نبداو بالانتروديكسيون. L'introduction, je vous explique, la chimie commence dans les étoiles, qui sont la source des éléments chimiques. À l'intérieur de l'étoile, il range une chaleur telle 2 fois 10 à la puissance 7 degrés C, que les atomes d'hydrogène, le plus simple des éléments, se heurtent violemment, fusion. Ils deviennent des atomes d'autres éléments. L'hélium est le plus abondant et constitue la source principale d'énergie suivant la réaction de fusion. هنا قالوا لك بان الكيمياء اول ما بدات في النجوم، وهذه النجوم هي اللي كانت المنبع ديال جميع العناصر الكيميائية. بداخل هذه النجوم هذه اللي فيها واحد درجة الحرارة اللي واصلة حتى لواحد البعد حتى لواحد لوغدغ ديال 2 فوا 10 على بويسونس 7 دوغري سي، يعني واصلة حتى لواحد البعد اللي هو 2 × 10⁻⁷ دوغري سي، يعني واحد درجة الحرارة اللي هي هائلة بزاف. بحيث ان هاد لي زاتوم ديال الهيدروجين اللي هما اصغر العناصر، ابسط العناصر، ابسط ما كاين في لي زيليمون شيميك، هادو تيبقاو انهم تيتداخلوا بيناتهم وتيندمجوا بيناتهم، تيتفاعلوا فتندمجوا بيناتهم، وحده تتقرب من الاخرى، تيكون واحد الاندماج بيناتهم. الاندماج ديالهم اللي غيعطيني واحد العناصر اخرى. هاد العناصر الاخرى هي اكثر كثافه واكثر يعني تعقيدا من الهيدروجين العنصر الاول، وهادو كاتين الهيليوم تيتفاعلوا بيناتهم وتعطيونا عناصر اخرى، وهكذا انسي دو سويت. يعني من البداية، يعني من العنصر الهيدروجين انطلقت جميع العناصر الكيميائية الأخرى. هنا مثلا في هاد الحالات في هاد التفاعل تنشوفو كيفاش أننا بدينا بالهيدروجين، وقع عندنا واحد التفاعل بالاندماج، اندماج نووي، باش عطاني الهيليوم. الهيليوم لو بلوز ابوندون اي كونستيتي لا سورس برينسيبال دينيرجي، يعني هاد الهيليوم اللي هو الأكثر وفرة في هاد الحالة، وهو اللي تيمثل المنبع الرئيسي والأساسي ديال الطاقة، الطاقات ديال التفاعل ديال الاندماج، تيكون هو المنبع والمحرك ديال هاد الطاقة هادي ديال هاد التفاعل، باش أن التفاعلات أخرى تستمر. يعني وهدا تيولد لي الاستمرارية ديال الطاقة. والتفاعل هو هذا، أن ربعة ديال لي هاش لي زيون هاش اللي عندهم واحد واحد تعطوني الهيليوم اللي هو 4 جوج، زائد جوج ديال لي بوزيترون. بوزيترون تيكون عندو او 0 1، فشوفو او 0 1 يعني راه بوزيترون، فشوفو او 0 - 1 يعني راه الكترون. هاد التفاعل هذا ديال الاندماج غيعطيني دو بوزيترون، غيعطيني هيليوم واحد، وهذا ناتج عن الاندماج ديال ربعة ديال لي هاش، ربعة ديال لي زيون لي زاتوم ديال الهيدروجين. L'atome de carbone est formé par la fusion de 3 atomes d'hélium. Atteint des classes de l'atome de l'hélium, nous l'avons vu, nous avons l'atome de carbone et ainsi de suite. Nous n'avons jamais l'ancien de la chimie. Ces éléments vont ensuite s'associer pour donner des substances plus complexes telles que CH4, H2O, etc. Yani, had l'hélium li hasselna alayhom l'hydrogène, 3 menno ghayitlaqaw bach yatouni le carbone, yatouni l'ancien de carbone. والكربون وفي نفس الوقت يمكن نحصلوا على الاكسجين او ميم طون. الاكسجين هو اندماج ديال 4 ديال الهيليوم، 4 ديال الهيليوم اللي دمجناهم غيعطيونا الاكسجين، وهاد العناصر يخلقوا لي عناصر اخرى. غتخلق لي مثلا سي اتش 4 ما بين الكربون والهيدروجين اللي ديجا عندي، الهاش 2 او ما بين الهيدروجين اللي ديجا عندي والاكسجين اللي حصلنا عليه دابا، وهاد العناصر غيقودوا لتكون عناصر اخرى فيما بعد. هادشي طبعا في النجوم، هادشي دون لي زيتوال. La température est si grande, يعني هاد التمبيراتور كبيرة بزاف هي اللي خلات أن التفاعلات هادي تكون ممكنة. هاد التفاعلات ميمكنش مثلا تكون ممكنة على سطح الأرض إلا لو وفرنا واحد درجة الحرارة مهمة، ومهمة بزاف لهاد التفاعل، تكون واصلة لواحد لوغدغ ديال كما قلنا 2 × 10⁻⁷ دوغري سي. فاش هاد التفاعل خصنا نعطيو هاد الحرارة هادي
بهذا الكم هذا بهذا القدر هذا باش الله يوقع التفاعلات هذه وتخلق لي عناصر اخرى ويكون هذا التفاعلات اندماجات اندماج نووي ديال الهيدروجين هو اللي تستعمل في اختراع القنابل الهيدروجينيه اللي عندها واحد القوه الدمارية اللي جد جد عاليه، وهذا تتطلب بطبيعه الحال حراره عاليه جدا، تتطلب حرارات تصل لواحد البعد اللي هو 10^7 دوغري سي باش توقع مثل التفاعلات هذه. هنا عندنا يعني سوبوندو لا ماتير اكسبلوزي بار لي زيتوال سوفوادي، يعني هاد المادة اللي انفجرات واللي تنتجات من خلال النجوم، هاد المادة اللي هي حرارية بزاف تبردات تعرضت للتبريد، وهي ومن بعد ما تبردات عطاتنا لي سوليد، عطاتنا فورم سوليد بردات وعطاتنا يعني اجسام اللي هي صلبه لا صلبه. سو فينومين على لوريجين دي بلان، هذا هو الاصل في التشكل ديال الكواكب. الكواكب هي جايه من النجوم في الاصل، بقايا النجوم، داك البقايا النجوم اللي كانت ساخنه بزاف، واحد تفتتات، واحد طروفه صغيرين، واحد بحال نقولوا نترات من النجوم، واحد نترات صغيرين، داك النترات اللي هما صغيرين بزاف من بقايا النجوم دايرين بالنجوم، فاش يتبردوا بحيت هما حراريين بزاف، فاش يتبردوا تيشكلوا لي داك الكوكب، ومن الكوكب من البقايا ديال الكوكب وما يدور حول الكوكب تشكلت الاقمار اللي تدور على الكواكب هذه. اذا بداية كانت النجوم، والتبريد ديال ديك الفتات ديال النجوم اللي داير على النجوم، داك الغبار اللي داير حول النجوم اللي هو من اصل المادة ديالهم اصل جاية من النجوم، داك التبريد ديالها هو اللي عطاني كواكب وعطى اقمار وما الى ذلك. لا كروت تيريستر يعني القشره الارضيه اي كونستيتو برينسيبالمون دو سيليسيون، القشره الارضيه مكونه اساسا من السيليسيون بواحد النسبه 49.1% من الكتله، يعني تنهضروا النسبه هنا كتليه، نسبة كتلية يعني 49.1 تقريبا 50% عبارة عن السيليسيوم. هذه القشرة الأرضية كيفاش مكونة، الطبقة الأرضية كيفاش مكونة، أن يعني 50% تقريبا الكتلة ديالها هي عبارة عن سيليسيوم، والباقي غيكون عبارة عن الأكسجين بنسبة 26% تقريبا، والألمنيوم بنسبة 7.5%، والحديد بنسبة 5% تقريبا. فهذه القشرة الأرضية من نشأت تكون العناصر اللي تتكون منها السيليسيوم تيشكل منها 50%. نتابع فيما بعد أعزائي الكرام، وإلى اللقاء مرة أخرى.